السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبنا لكم جالكسي نوت 9. هالجهاز متوفر بثلاثة ألوان: اللون الأسود، اللون الذهبي، اللون النيلي. مثل ما مبين قدامكم الجهاز شاشته أيج، يعني مظلة أو مصفح، بقوة وضوح فول HD سوبر أمولويد، سرعة عالية في اللمس، جهاز بصمة إصبع حقيقية. سرح نجرب قدامكم. اشتغل الجهاز. راح نغير غير إصبع. ما يشتغل. إذن هاي أول ميزة، الجهاز بصمة إصبع حقيقية. يحتوي على كاميرتين هنا الخلف. الكاميرا الرئيسية 13 ميجا بكسل. الكاميرا الثانوية 13 ميجا بكسل. زائد الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل. يحتوي أيضا على بصمة عين. مثل ما تشوفون سرعة الجهاز شيء جدا ممتاز. جهاز جدا ممتاز وجدا سريع. صراحة نشوف وضوح الكاميرا. يعني سرعة الكاميرا زائد الوضوح إضافة إلى فوكس نقطة تركيز. كاميرا جدا عالية. مثل ما تشوفون تصميم الجهاز تصميم راقي جدا. إضافة إلى الصنع باي سامسونج ميد إن فيتنام. فتحة الشحن تايب سي. يحتوي أيضا على قلم.